طورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت تعلمت نفس ما أحضرت إلى الشمس كورت كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت 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 وإذا البحار سجرت 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 وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. تنفس إنه لقول رسول كريم. الله ذي قوة عند ذي العرش مكين
مكين مطاع ثم أمين. ذي قوة عند العرش مكين مطاع وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه ولقد رآه ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واعف عنا واغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، يسر مطالبنا واقض حاجاتنا، وانصرنا على من عادانا وعاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم يا رب العالمين، واجعلهم سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير يا رب العالمين. اللهم جنبهم قرناء السوء الذين يريدون أن يصطادوا بالماء العاكر يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة عين لوالديهم يا رب العالمين.
اللهم اجعلهم قدوة لهذه الأمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل شباب المسلمين من أهل القرآن، اللهم اجعلهم من أهل القرآن، اللهم اجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعطي كل سائل منا ما سأل، وكل أمل منا ما أمل من خير الدنيا والآخرة، واختمنا بالحسنى وهو راض عنا، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الكرام. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما